السلام الله إليكم أعزائي مشاهدي قناة المحور وبرنامج الصديقان. سلام لأم الدنيا مصر، سلام لكل المصريين الأحباء الأعزاء الأصدقاء. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الصديقان. أنا وصديق العزيز فضيلة الدكتور مظهر شاهين، واللي بقول له سلام ليك يا شيخ مظهر، وحشتنا ونورتنا، والأيام اللي فاتت كنا مشتاقين نكون مع بعض رغم أن في يعني بعض المناسبات جماعتنا، لكن الشوق الى وجود الوجود جنبك ده حاجه كبيره جدا، واحنا فرحانين بوجودك النهارده يا شيخ مظهر. كل سنه وانت طيب. الله يخليك ابونا، كل عام وانت بخير. وانت طيب يا شيخ مظهر، الف شكر. الله يكرمك. الف شكر. الاسبوع الماضي ما كنتش موجود في القاهره، كنت في المنيا، وعشان كده اعتذرت لابونا واعتذرنا عن الحلقه الاسبوع الماضي. وعدنا لحضراتكم الحلقه اللي صورناها في الكنيسه عند ابونا في 15 مايو في احد الشعانين احد الزعف. أنا كنت في الأسبوع الماضي في المنيا في مركز أبو جرجاس أبو قرقاص، ويوم الجمعة كنت معزوم على الغداء عند ناس طيبين قوي في بلد قرية اسمها إتليدم، دي تبع مركز أبو قرقاص في المنيا. اللي شفته في إتليدم الحقيقة يتحكي. كنت عند الحاج خليفة أبو خليفة والأستاذ محمد طه خليفة والأستاذ أحمد طه خليفة، وكان معانا الحاج محمد اصلان، دول اعيان ابو قرقاص، ناس طيبين ومحترمين. وكان معانا الشيخ دانيال. الشيخ دانيال ده ابو صديق العزيز باسم دانيال، دايما انا حتى في كل مناسبه اقول اخويا باسم دانيال، والناس تستغرب، وانت ليك اخ اسمه باسم دانيال، ليك اخ مسيحي؟ فاقول لهم يا جماعه احنا في بلد واحده اخوات يعني. كنا معزومين على الغداء عند الحاج خليفه ابو خليفه والحاج محمد اصلان، وكان حاضر الاستاذ باسم دانيال صديقي العزيز واخويا العزيز، وكان معانا كمان الشيخ دانيال يا ابونا. ايوه. اللي شفته في القريه دي من تالف وتعايش بين المصريين مسلم ومسيحي، ايوه، شيء يفوق انك توصفه الوصف. الحقيقه اللغه والكلام والحوار والحب ما بين الشيخ دانيال وما بين الحاج خليفه او الحاج محمد اصلان حاجة كده لا يمكن تصدق ان ده مسلم وده مسيحي، زي ما البعض بيحاول يصور لنا ان المنيا فيها فتنة طائفية وابو قرقاص فيها فتنة طائفية والى اخره. كان في بعض المشاكل، لكن دي مشاكل كده عابرة يا ابونا. انما الاساس اللي راسخ عليه المجتمع هناك، اللي المجتمع يعني تأسس عليه ومستمر عليه وباقى عليه، هو ان الشيخ دانيال مع الشيخ خليفة أو مع الحاج خليفة مع الحاج محمد إخوات مع بعض. بالظبط. الحاج محمد أصلاً بني مسجد في القرية هناك. أيوة. والشيخ دانيال أي. يعني عندهم كنيسة في القرية بتاعتهم. مساهم في بناء كنيسة. هناك وبعدين اكتشفت يا أبونا إن الشيخ دانيال ده أبوه بني مسجد في القرية، يعني جمع تبرعات. والله كده. جمعوا تبرعات في القرية، هو تزعم الموضوع إن هم يلموا تبرعات في القرية. بيقول لك الحكاية إيه بقى؟ الحكاية ان المسلمين كانوا متباطئين شوية في بناء المسجد. فالشيخ اسحاق اللي هو بقى ابو الشيخ دانيال قال لهم انا عامل حاجة حلوة قوي. انا هنادي بالتبرعات ويبدأ المسيحيين يبرعوا للجامع. فلما المسلمين هيلاقوا المسيحيين بيبرعوا للجامع هيختشوا على دمهم. بالظبط. يقول لك يعني مش معقول يبنوا لنا جامع واحنا قاعدين كده، كفايه عليهم بناء الكنائس. عارف يحرك المشاعر، حرك الناس وبنى الجامع، واللي بدا بالتبرعات كانوا المسيحيين. هو المقدس اسحاق. المقدس اسحاق ابو الشيخ دانيال اللي هو جدي باسم دانيال صاحبي. لدرجه ان قلت لهم لا ده الواقعه دي، الحادثه دي، يعني الحياه دي يا ابونا. انا لازم اجيب ابونا اثناسيوس ونجيب قناه المحور ونيجي نسجل حلقه هنا في الدوار عند الشيخ خليفه مع صحيح. الشيخ دانيال مع الشيخ محمد اصلان علشان نوري الناس الطبيعه الصعيديه المصريه المنيويه في التعايش، العظيمه في التعايش بين المسيحيين والمسلمين، بين المسلم والمسيحي. بالظبط كده. ونرد بقى على اللي بيحاولوا يصوروا ان المنيا كلها ارهاب وابو قرقاص كلها ارهاب ونتيجه بعض المشكلات العابره اللي عدت عليهم كده في فتره من الفترات. انا بحيي اهل المنيا، بحيي اهل ابو قرقاص، بشكر كل اخواننا الاعزاء اللي استضافونا، استاذ محمد طه، الاستاذ احمد طه، الاخ باسم دانيال، الشيخ دانيال والده، كل الناس اللي في اتليدم، والحقيقه رجال الامن كمان على يعني وقوفهم وتامينهم، وكانت حاجه محترمه جدا جدا بشكرهم عليها. النهارده حلقه ان شاء الله تكون مميزه مع حضراتكم، هيشرفنا فيها ضيوف كرام هنتكلم فيها موضوع مهم جدا. ضيوفنا هيكونوا اللواء احمد رفعت سعيد النائب بالبرلمان وعضو لجنه الاتصالات،
وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا المهندس وليد حجاج خبير وباحث أمن المعلومات لمناقشة موضوع مهم وهو تحدي ألعاب الموت. ده بمناسبة إن احنا اليومين دول عايشين كل يوم في حادثة يقولك سببها الحوت الأزرق، الحوت الأزرق، فإحنا سايبين ولادنا يموتوا ولا هنعمل إيه؟ النهاردة يكون حلقتنا النهاردة أنا ومعانا أبونا أسناس وسرزق اللي برحب بيه وبشكره على إن هو يعني تحملني في هذه المقدمة. بس أنا دايما بزهقه كده يعني دايما بجي عليه. النهاردة هيكون معنا أول خبر، أبونا بقى يتفضل يقول. البرلمان المصري يوافق نهائيا على قانون التحفظ على أبوال جماعات الإرهاب والإرهابيين، فقد وافق مجلس النواب خلال جلسته الأربعاء الماضي برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيا بالثلثين وقوفا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. والمشروع مقدم من النائب مصطفى بكر وأكثر من 60 نائب في نفس الموضوع. وقال الدكتور علي عبد العال: حاجة مشرفة، فقد وافق على القانون معارضة وأغلبية، وأعلن موافقة المجلس نهائيا، وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية بعينها، فتكون هذه اللجنة هي المختصة وحدها بموجب قانون مصري في تجريم الأعمال الإرهابية والتحفظ على أموالها. القانون ده بقى فايدته ايه يا ابونا؟ ايوه، ان كان بيتم قبل كده التحفظ على الاموال الارهابيه بناء عن قرار. ايوه، فكان بيتم الطعن على القرار وبيروح يلجأوا للقضاء، والقضاء علشان ما فيش قانون بينص على كده كان ساعات بيحكم برفع التحفظ عن الاموال او عن اصحاب هذه الاموال او خلافه، لان ما فيش قانون بينص على التحفظ. ده كان قرار وزاري كده او قرار سيادي يعني. النهارده اصبح في قانون. ايوه، فالتحفظ هيستند الى نص قانوني موجود وموافق عليه في البرلمان، وبالتالي هيقطع الطريق على الارهابيين ان هم يرفعوا قضيه ويستردوا اموالهم مره اخرى او يرفعوا التحفظ على اموالهم مره اخرى. فهذا القانون قانون مهم جدا في هذا التوقيت. لذلك ربما في دكتور محمد عبده عضو مجلس النواب في مداخله معانا على التليفون. دكتور محمد، مرحبا بك في برنامج الصديقان. اهلا وسهلا. يعني حضرتك سمعت معايا طبعا فضيله الشيخ مظهر، وحضرتك طبعا سمعت الخبر اللي احنا قرناه على القانون الجميل اللي احنا اللي هو المتعلق بتجريم الاموال الخاصه بجماعات الارهاب والارهابيين. فحضرتك واعتقد المجلس اقر هذا القانون، فتعليق حضرتك ايه دلوقتي للساده المشاهدين؟ انا مع هذا، لان الاموال دي يعني ما احنا عارفين مصدرها من ايه. يعني اغلب الظن ان هي تمويل خارجي. أي، لزعزعه الاستقرار في مصر. أي، ونحن يعني نحارب الارهاب بكل الطرق. أي، ويجب وقف منابع التمويل من اساسه. اي، وكن الحكومه او المجلس ياخذ هذا القرار، اعتقد ان ده هياثر سلبا على نشاط الجمعيات الفاشية. أيوة، والفاشية الدينية. أيوة، احنا مصر طول عمرها دولة مسالمة. أيوة، وعمرنا ما عندنا ارهاب. هم تسببوا في هذا، وانا مع كل يعني الاحتياطيات او الاحتياطات اللي هي اللازمة لوقف منابع تمويل الارهاب بشتى الطرق. هذا القانون دلوقتي يا سيادة النائب أصبح محل تنفيذ؟ يعني خلاص طالما وافق عليه في البرلمان أصبح محل تنفيذ ولا لسه هيبقى محل تنفيذ في الجريدة الرسمية؟ طيب من المسؤول بقى عن وضع اللائحة بتاعته أو إلى آخره يعني؟ يعني المشرع هو اللي بيحط اللوائح والإيضاحات والمذكرات الإيضاحية، وبيروح المجلس ده لإعادة الصياغة. أيوة، ثم يعرض على المجلس بصورته النهائية ويعرض في الجريدة الرسمية، ثم يصبح يعني نافذا من وقت صدوره في الجريدة الرسمية. طبعا القانون أكيد تضمن تعريف الإرهاب وتعريف الإرهابيين والجماعات الإرهابية اللي. أيوة، بناء طبعا على كده هيتم التحافظ على أموالهم يعني. بالظبط كده. تمام، شكرا جزيلا سيادة النائب محمد عبده على هذا التصريح.
الخبر الثاني النهارده عن وكيل الازهر فاتح المهرجان الثقافي الدولي الاول لسفراء الازهر. انا فضلت الامام الاكبر دكتور احمد الطيب شيخ الازهر، فضلت الدكتور عباس شومان وكيل الازهر في افتتاح المهرجان الثقافي الدولي الاول لسفراء الازهر الشريف الذي ينظمه اتحاد الطلاب الوافدين بالازهر بالتعاون مع المنظمه العالميه لخريجي الازهر، وذلك بحضور استاذ دكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعه الازهر الشريف وعدد من السفراء والمسؤولين بالسفارات الاجنبيه في مصر. قال وكيل الازهر ان فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب يعتني بالطلاب الوافدين عنايه فائقه، حيث يدرك فضيلته اهميه هؤلاء الطلاب في توصيل صوره الاسلام الصحيحه وتعاليمه السمحه الى بلادهم من خلال ما نظموه ودرسوه، من خلال ما تعلموه ودرسوه في الازهر الشريف، الامر الذي يكون له ابلغ الاثر في مكافحه التطرف والارهاب عالميا. مضيفا ان هذا المهرجان الثقافي يعد فرصه مهمه للتلاقي والتقارب بين الثقافات المختلفه التي يمثلها هذا التنوع الكبير للطلاب من مختلف دول العالم. ايضا هناك خبر عن مرنمه قبطيه تؤدي ترانيم في حفل مسابقه ابداع الختامي. اختيرت المرنمه القبطيه برسينيه عادل طالبه بكليه الطب جامعه اسوان، وهي القبطيه الوحيده بالحفله الختاميه لمسابقه ابداع 6 بالاشتراك مع محمد الجزار صاحب المركز الاول في مجال الانشاد الديني بمسابقه ابداع 6 لهذا العام. وستقدم برسينيه عادل ترنيمه لما دعاني ربي في اندماج مع ابتهال مولاي الذي سيقدمه محمد الجزار. سيقام الحفل الختامي لمسابقه ابداع 6 يوم السبت الموافق اللي هو بكره 21 ابريل على مسرح جامعه الازهر جامعه القاهره بحضور وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز، ووزيره الثقافه الدكتوره ايناس عبد الدائم، وايضا وزير التعليم العالي، وبحضور جميع المواهب المصريه المشاركه في المسابقه هذا العام. وسيتم تكريم الفائزون بالمراكز الثلاثه الاولى في جميع مجالات التسابق، وسيعرض الحفل على الهواء مباشره على قناه نايل لايف الفضائيه في تمام الساعه 7 مساء. يذكر ان مسابقه ابداع 6 تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه بالاشتراك مع وزاره التعليم العالي والبنك الاهلي المصري، وتضم جميع المجالات الثقافيه والفنيه الابداعيه لشباب الجامعات، وتعتبر اكبر مسابقه ثقافيه وفنيه على مستوى الدول العربيه. والله جميل جدا المهرجان زي كده. طبعا انه رقم واحد مهتم بالشباب، رقم اثنين التداخل الجميل، التداخل ما بين مولاي المعروف طبعا الشيخ سيد نقشبندي ولما دعاني ربي، ولما دعاني ربي برضه حاجه معروفه قوي، لما يكون في دمج اسلامي مسيحي في انشوده زي كده ده شيء رائع جدا. بس انا عايز بقى بمناسبه حضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، هو شخصيه محترمه ووقوره ولها جهد كبير جدا في العمل الشبابي، ويعني عمل انجازات كبيره جدا مش مجال ان انا اتكلم فيها دلوقتي، لكن عاوز اقول لماذا لا تطلق وزارة الشباب قناة تسمى قناة الشباب الفضائية. الله عليك يا شيخ. وتبقى نافذة لشباب مصر المبدعين بقى والشباب اللي هم عندهم انشطة كده، يبقى كده تبقى في قناة فضائية اسمها قناة الشباب تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وتبقى نافذة للشباب، كل الشباب في مصر مش بس شباب القاهرة، بكل تنوعاتهم، الشباب في أسوان في الصعيد محتاجين يطلعوا يظهروا، واللي عندهم مواهب إنشادية مواهب غنائية مواهب أدبية مواهب فنية مواهب في الكتابة في القصة القصيرة فإلى آخره يسلط الضوء عليها، فيبان بقى زي ما الشباب النهاردة رئيس السيسي معتني بيهم وبيعمل لهم مؤتمر كل سنة أو كل 4 شهور يعمل مؤتمر أو حاجة زي كده. طب ما الشباب دول هم يعني مصر بالظبط، ده قوة مصر. لما نكشف عن أعمل لهم بقى قناة فضائية هيبقى ده النهارده، انا بقول الخبر لان لقيت اللي هتنقلها قناه نايل لايف كويس جدا قناتكم، لكن انا مش عاوز قناه نايل لايف بس اللي تبقى معنيه بالامر ده، انا عاوز قناه للشباب او الخبر ده بس، لان الحقيقه الشباب ده لا الشباب يلاقوا نفسهم في قناه، اللي عنده موهبه اللي عنده يبقى عنده قناه اسمها قناه الشباب. اعتقد ده اقل حاجه يعني احنا بنزيد يعني من برنامج صديقان فضيله الشيخ مظهر، هذه يعني الاخصوص الجميله وهذه الفكره الرائعه، فارجو ان احنا يعني تكون هذه الفكره محل التنفيذ، لان الفكره طبعا جميله ورائعه، بنزفها بقى وبنقدمها الى الدكتور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. الازهر يفتح الدور الريادي في مؤتمر التعاون مع افريقيا. عقد مؤتمر التعاون مع افريقيا في الفتره من 10 ل 11 ابريل الجاري 2018 بمشاركه اكثر من 20 دوله افريقيه ووجود ما يقرب من 50 شركه مصريه عرضت منتجاتها، وذلك لفتح أسواق جديدة بأفريقيا. شارك في المؤتمر الدكتور محمود مخلوف الباحث
الكيميائي بمركز العلوم لتحديد ومعالجة المخاطر البيئية بجامعة الأزهر بمنتج الأوكسي فريش اللي بيثبط الخلايا السرطانية ويرفع كفاءة جهاز المناعة ومضاد للحموضة عن طريق زيادة معدل الأكسجين في الخلايا، مؤكدا أن المشاركة بمؤتمر بمنتج الأوكسي باور يعد بداية مميزة لمصرنا الغالية لتصديره بالأسواق العالمية بفكر وعقول وابتكار أبنائها وبصناعة مصرية. احنا كنا استضفنا قبل كده الدكتور مخلوف في حلقة من حلقات البرنامج عندنا نتكلم عن المنتجات اللي يعني قد تكون سبب أو خطوة في طريق علاج مرض السرطان. ربنا يشفي كل أمراضنا. هو معنا على التليفون دكتور مخلوف. تحياتي. تحياتي لحضرتك فضيلة الدكتور مظهر، وتحياتي لنيابة الأنباء والمحترم الفريقان، ورعايتكم الكلام دايما، يعني أنتم مصريين مخلصين، ربنا يزيدكم دايما من الفضل والخير دايما. شكرا جزيلا. أهم ما قرأته في الخبر هو أن سيادتك اجتمعت أو التقيت في فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. إيه اللي دار بينكم النقاش، وإيه اللي يعني ما قدمه الإمام الأكبر للباحثين أمثال حضرتك؟ الحقيقه ان قبل هذا المؤتمر بايام قليله كان في اجتماع تفضل علينا فضيله الامام، وكان في اجتماع معايا كان حاضره الاستاذ الدكتور محمد المحصاوي جامعه الازهر، وفضيله الامام اعطى توجيهاته للجامعه برعايه ابحاث مخلوف يعني، وشرحت له سالني عن اخر التطورات في الابحاث بتاعنا والمنتجات وهكذا، وعرضتها على فضيلته، وفضيلته كان اثنى كثيرا عن ان احنا ممكن نعمل تعاون مع افريقيا، وخاصه ان مصر بالذات لها عمق افريقي استراتيجي كبير منذ القدم. ففريق الان بيتبنى اعاده هذا الدور المحوري الرياضه المصريه اقليميا افريقيا وعربيا، وخاصه فريق الدكتور مظهر ونيابه حضرتك نيابه الان، ان احنا لن يكون لنا علاقه طيبه بافريقيا بالذات الا وجود علاقه اقتصاديه يكون لنا ايد. حتى لما سالنا اشقائنا الافارقه الشركات الموجوده في اكثر من 31 شركه افريقيه منها دول غانا واثيوبيا والسنغال وساحل العاج وجيبوت، دول كتير جدا افريقيه ونيجيريا واوغندا، فقالوا ان فعلا المنتجات اللي موجوده عندنا اكثر هي منتجات من الصين، منتجات من تركيا، منتجات من اسرائيل. فمصر طول عمرها لها دور استراتيجي ريادي، وهم بيحبوا الشعب المصري، الشعوب الافريقيه بتكن كل الاحترام والتقدير. فرئيس الامام وجهنا ان احنا ضروري ان احنا كمان موضوع السعر المنتج، ان احنا يكون السعر في متناول المواطن العادي في افريقيا، في مصر، في اي دوله. الموضوع قال انه انساني من الطراز الاول. الازهر يدخل في تدعيم الدور الانساني في افريقيا. الحقيقه احنا انا بحييكم لانكم وقفتوا معانا وبرنامجكم المحترم دكتور مظهر ونص العنبة. فضيلة الإمام هو المظلة الربانية اللي ربنا من علينا بها في هذا الموضوع، والمخلصين أمثالكم مش مجاملة لفضيلة الإمام ولا حضراتكم. إحنا وصلنا لهذا المستوى إن إحنا بنتعاون مع أفريقيا، والنهاية بكرة بالتحديد عندنا اجتماع مع أحد الشركات الإفريقية في أنجولا عشان نتمم بإذن الله الإجراءات النهائية لكيفية تصدير المنتج لإفريقيا بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مخلوف على هذا التوضيح، وربنا يوفق مصر إن شاء الله أنها تكون ليها في أفريقيا، ويمكن خبرنا ده الهدف منه أن احنا بنقول أن مصر إن شاء الله بإذن الله منطلقة نحو أفريقيا سياسيا واقتصاديا أيضا. وبنشكر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على جهوده في التواصل مع دول أفريقيا، لأن ده واجب من واجبات الأزهر الشريف. بالضبط. في حملة نظافة بعنوان من الإيمان في كل الأديان داخل وخارج مساجد وكنائس أسوان، تحت شعار النظافة من الإيمان في كل الأديان، وعلى أذان المساجد وأجراس الكنائس، شهدت محافظة أسوان في كل أرجائها خلية نحل لحملة النظافة والتجميل داخل دور العبادة في الشوارع المحيطة بها، والتي أطلقها سيادة اللواء مجد حجازي محافظ أسوان في مشهد يؤكد على مدى التلاحم والتماسك بين كافة أطياف المجتمع الأسواني من خلال المشاركة الواسعة والفعالة من مختلف الأعمار والفئات بالمدن والقرى والنجوع، يتقدمهم المشايخ والقساوسة، حيث تسابق الجميع لنظافة المساجد والكنائس والشوارع والأزقة المجاورة لها. وتأتي هذه الحملة استكمالا لسلسلة الحملات التي دشنها محافظ أسوان ولاقت استجابة شعبية واسعة. ومن جانبه أثنى اللواء مجدي حجازي على الرقي الحضاري لأهالي أسوان الذين كانوا على قلب رجل واحد وتفاعلوا مع الحملة من اللحظات الأولى، سواء كانت من في البيوت أو المدارس أو مراكز الشباب أو دور العبادة، ليعكس ذلك المشهد مدى التحضر الذي يتمتع به أبناء المحافظة.
وقد أشاد اللواء مجد حجازي بدور رجال الدين داخل المساجد والكنائس في تحفيز المواطنين للمشاركة الإيجابية في هذه الحملة، والتي تستهدف اكتشاف المعدن الأصيل وروح الأخوة والتماسك والتعاون لدى أهالي أسوان، والذين أعطوا الدرس والعبر في خدمة مجتمعهم على حد سواء. يعني طبعا نثني على جهد سيد اللواء مجد حجازي في أسوان وعلى هذه الأفكار النيرة الجميلة يا شيخ مظهر. أعتقد يعني طبعا هو إنك أنت بس تجمع القساوسة مع المشايخ في حملة، أيا كان هدف هذه الحملة بالزبط. هو إيه ده في حد ذاته دور إيجابي جدا، بيعطي مثل وقدوة للمجتمع وللشعب المصري. قافلة الأزهر الطبية إلى تشاد تفحص المرضى وتجري عمليات جراحية وتصرف الأدوية بالمجان، انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي الذي يطلع به الأزهر الشريف، والذي يعد مكملا لدوره الدعوي والتعليمي. كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قد وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى. وفي هذا الإطار توجهت قافلة الأزهر الطبية إلى جمهورية تشاد الأسبوع الحالي، ويستمر عملها حتى 22 إبريل الجاري. تضم القافلة 24 طبيبة من أساتذة طب الأزهر في 24 تخصص، بالإضافة إلى طاقة من الصيادلة والممرضين، وبلغ إجمالي العمليات الجراحية اللي أجرتها القافلة حتى يوم الأربعاء الماضي 117 عملية جراحية، فيما تم فحص أكثر من 4100 مريض في مختلف التخصصات مع صرف الأدوية للمرضى بالمجان. طبعا احتشد الآلاف من التشاديين أمام مقر عمل القافلة، وكان لافتا حضور مئات التشاديين من الأقاليم المجاورة، فيما قطع عشرات السودانيين المقيمين على الجانب الآخر من الحدود مع تشاد أكثر من 250 كيلومتر للاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة. دي أخبارنا النهاردة. أعتقد إحنا يعني هندخل على فاصل، ولكن قبل الفاصل عاوز أقول لحضراتكم الفقرة القادمة هنتكلم فيها عن موضوع بعنوان من البوكيمون إلى الحوت الأزرق، ألعاب حذر منها الأزهر حفاظا على النشء والشباب. وتعالت الأصوات خلال الأيام الماضية بالتحذير من لعبة الحوت الأزرق بعدما بات خطرها على الأطفال والنشء واضحا للجميع، وازدياد حالات الانتحار بسبب تلك اللعبة بين الشباب من الجنسين في مصر وبعض بلدان العالم. لهذا بدر الأزهر الشريف عبر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بإيضاح موقف الشرع من تلك اللعبة وبيان خطورتها على الأطفال وحتى سن المراهقة وصولا للشباب من الجنسين. حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في بيان له من الألعاب التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتخطف عقول الأطفال، وبخاصة لعبة الحوت الأزرق، مضيفا أن الله تعالى نهانا عن ارتكاب أي شيء يهدد حياتنا وسلامة أجسادنا، فقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. جدير بالذكر طبعا أن اللعبة ديت لم تكن الوحيدة اللي بدر الأزهر الشريف بالإعلان عن رفضها حفاظا على النشء والشباب والأسرة، بل سجلت المؤسسة الدينية العديد من المواقف المعلنة على مرأة ومسمع الجميع، منها رفضها القاطع للعديد من الألعاب اللي بتستهدف ضياع الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا حرم قبل كده الأزهر الشريف لعبة البونكيمون أو حاجة كده، والنهاردة بيحرم كمان لعبة الحوت الأزرق. فاصل ونعود بعد ذلك نستكمل معكم الحلقة بإذن الله تعالى. أعزائنا المشاهدين، يعني عودة على يعني فقرة من أهم الفقرات الحديثة التي تواجه أولادنا وشبابنا وشاباتنا في هذه الأونة الأخيرة، وكأننا نبحث عن الموت بأي وسيلة. يعني أنا لم أرى يعني لم نكتفي بكل عناصر الموت ووسائل الموت المستحدثة والقديمة، حتى بحثنا عن الألعاب الحديثة التي تؤدي بحياة أولادنا إلى التهلكة وإلى الموت. فهذه الفقرة يعني نستضيف اثنان من القامات الوطنية الطيبة الجميلة، السيد اللواء أحمد رفعت
والأستاذ وليد حجاج، وهما يعني قامتان كبيرتان في مجال البحث في موضوع هذه الحلقة، البحث عن الموت أو الطريق إلى الموت أو الحوت الأزرق. سيادة اللواء مرحبا بسيادتك في برنامج الصديقان، وصديقي فضيلة الشيخ مظهر شاهين. أهلا بيك، برحب بحضراتكم أولا ومنورنا أستاذ وليد. ربنا يخليك. أنا عاوز أقرأ بس الأول يا أبونا كده بعض الأرقام هنا. في دراسة حديثة عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر مفادها أن أكثر من 500 ألف طفل ما بين 9 سنين ل 16 سنة حملوا على هواتفهم المحمولة الخاصة ألعابا خطرة في أول 3 شهور فقط من عام 2018، يعني من 1/1 ل 30/3/2018 في 500 ألف طفل، نص مليون طفل حملوا ألعاب خطرة على هواتفهم في 3 شهور دول. وهناك أكثر من 100 ألف سايبر في مصر غير مرخص وليس لها سجل تجاري، ويرتدي عدد كبير جدا من الأطفال تتوسع في ألعاب خطرة زي جنية النار ومريم والحوت الأزرق. آخر ضحايا هذه الألعاب عمره 12 سنة في البحيرة سنة 6 ابتدائي في إحدى قرى إيتاي البارود، بناء على أوامر لعبة الحوت الأزرق تناول حبوب سامة تسمى حفظ الغلال، واللي على أثرها أصيب بتسمم وتم نقله لمستشفى السموم بطنطا، ندعو الله له بالشفاء. يا رب. هذه الإحصائية مرعبة طبعا، لكن ربما لأن احنا ما بنشوفش مثل هذه الإحصائيات، فاحنا فاكرين ان الموضوع مقتصر على 2-3 في مصر حصل لهم اللي حصل لهم يعني، انما لما نقرأ هذه الإحصائيات نعرف ان احنا بالفعل قدام قضية خطيرة جدا بالزبط. وبنواجه الموت، ولادنا بيواجه الموت واحنا سايبينهم يلعبوا مع الموت من غير ما ناخد بالنا. انا قبل بس ما سيادتك يعني تخش في يعني خطورة هذه الإحصائية من وجهة نظر سيادتك، بس نعرف الناس بلجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب وإيه دورها في اللي هنتكلم فيه النهاردة. تمام. الأول أنا بشكر حضرتك وأتسابونا على الدعوة الكريمة، وبقول قدام المشاهد المصري إن هذا البرنامج يمثل أمن قومي للدولة المصرية. الله يكرمك. الدولة دي حقيقة فعلا، يعني إن احنا قد إيه نقول للمصريين إن احنا مصر هي مصر القبطية، والقبطي مسلم ومسيحي. صحيح. عشان بس نبقى عارفين احنا بنتكلم في إيه، وطبعا صحيح. كلنا مؤمنين بالدين المسيحي ومؤمنين بالدين الإسلامي بعد كده. صحيح. أشوف أبونا أهو. الحمد لله. دي حقيقة طبعا. عشان بس ما نقولش إن في تفرقة يعني. مش تقعد تقول إحنا أقباط وإحنا لا إحنا جايين. لا إحنا إحنا أنت قبط ولا قبط، ما حدش أحسن من حد. أيوه كده. شيخ مظهر النهاردة يعني. أشكرك أحمد على الكلمتين دول. لأن أنا عاجبني. شاريني من اللي كل شوية إحنا أقباط إحنا أقباط. إحنا كمان أقباط يا فندم. إحنا هنديين يعني ولا هندوز. ما احنا اقباط برضه احنا كمان. ده حقيقة. ده الاصل يا فندم في مصر كلها. اتفضل يا استاذ احمد. بنرجع بقى للموضوع بتاعنا، لجنه الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات دي لجنه انشات حديثا يعني باقتراح من فخامه رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده يعني من الحاجات اللي هتفضل لذكرى التاريخ في شخصه، انها اول مره يكون فيه لجنه الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، وده حصل احتياج، اصل كان احتياج بالزبط. زمن يعني بالظبط، ان مصر اتاخرت كتير جدا. طبعا. مفيش قانون يضبط هذا المجتمع الافتراضي اللي كلنا عايشين عليه، وعايشين عليه بقى مسلم ومسيحي وكلنا كل المصريين داخل الدولة المصرية داخل هذا المجتمع الافتراضي، محدش يعرف مين ده مين وده مين، ممكن اكون ظاهر ممكن اكون مستتر، وهذا المجتمع فيه من الخير وفيه من الشر. صحيح. فيه جرائم، فيه ناس هدفها انها تدمر من حروب الجيل الرابع بقى تستهدف الوطن العربي كله ومصر تحديدا، رمانة الميزان في الشرق الاوسط. كان لزام على البرلمان المصري ان ينشئ لجنه تختص في هذا الشان وتتنوع او تكون نوعيه تحديدا في انشاء القوانين التي تتعامل في ضبط هذا المجتمع الافتراضي السوشيال ميديا. دي لجنه الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات بمنتهى البساطه. عندنا المجتمع ده عليه جرائم كتير، الجرائم ديت الى وقتنا هذا، حتى احنا خلاص انتهينا من القانون تقريبا، لكن الى وقتنا هذا لا عقاب عليها، والقانون بيقول انه لا عقاب الا بنص. فالقاضي لما بيجي يحكم حتى في جريمه، سواء بقى ايا كانت الجريمه دي، تحريض على القتل، من سنه ونص لما كنت بتكلم على ان هناك جريمه تسمى التحريض لابد ان يصل عقوبتها في جرائم مباحث في جرائم الانترنت، جرائم الانترنت الى الاعدام، كان الناس بتسخر مني. لان ممكن التحريض ده يكون على السرقه، يكون على السب والقصف، يكون على الخيانه، يكون على اثاره الفتنه. الحق ده شيخ مظهر قتل اوتسابونا، الحق ده الكنيسه ولعت، الحق ده المسجد ولع، وكل ده خبر بيتعمل، لكن الخبر ده مضمونه اثاره الفتنه بين شعب مصر. صحيح. اللي بيهدفها في الاخر ايه؟ ناهيك بقى عن خطف البنات وخطف معرفش ايه، وفلان اسلمت وفلان اسلم وفلان اتنصر وفلان بقى مسيحي وفلان، الكلام ده كله ويقول لك دي حريه راي. ده خبر. لا يا فندم،
انت حر فيما لا تضر. هتقول خبر يولع الدوله المصريه يبقى انت بتقولش خبر. انت بتبص على الفتنه، وربنا قال في كتابه العزيز ان الفتنه اشد من القتل. والفتنه اشد من القتل بالظبط. فهذه الفتنه بقى وهذا التحريض جريمه مطاطه. ممكن احرض واحد زي اللي احنا فيه دلوقتي، طفل بحرضه على قتل النفس، واذا كنت اتملك ان انا في شخص ان امره باوامر لاسلكيه عبر قطر وعبر بلاد وحدود انه يقتل نفسه، يسهل عليا جدا ان امره ان ينضم لداعش، ان يقتل الغير، ان هو يسير الفتنه بين المصريين. هذه الجريمه اللي وقتنا هذا ملهاش عقاب، كان لابد ان احنا نحط قانون يضبط هذا العقاب بالظبط. يقول يا فندم انت حر فيما لا تضر، قول راي زي ما انت عايز، اتكلم زي ما انت عايز، انقد النائب وانقد الرئيس وانقد الحاكم والحكومه كلها، لكن ما تسيبش فتنه في البلد، ما تسبش وتقذف اشخاص بذاتهم، ما تهنش حد في مقابل ان انت بتتكلم حريه راي. علشان نعيش في امان لازم يكون في قانون يحاسب يا زي بالظبط ما ربنا عمل الثواب والعقاب. ده هيدخلك الجنه وده هيدخلك النار، ده هيدخلك السجن وده هيخليك راجل حر. ولما بنعمل قانون مش عشان يؤيد حريات ابدا، بالعكس عشان احافظ على الحريات، عشان اللي يدخل يتعامل المحترم الطبيعي السوي اللي يدخل يتعامل في هذا المجتمع اللي كلنا فيه يوميا دلوقتي يرضينا او ما يرضيناش، كلنا اولادنا، يبقى في امان، في امان الطفل، ابني وبنتي في امان، في امان الراجل المحترم يدخل ما يتشتمش، ما يتهنش، ما يحصلش ابتزاز، ما يحصلش سرقات، ما يحصلش زي ما كده تحريض على القتل وإثارة الفتنة. هذا القانون مؤخرا مصر بتقوم بيه وهنحتاج عليه قوانين كتيرة جدا. صدر ولا لسه هيصدر؟ تم التصويت النهائي عليه داخل اللجنة، الموافقة النهائية داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يعرض في جلسة عامة بعد كده. واعتقد ان دي زي ما اللجنة هي هدية الرئيس للشعب المصري من خلال البرلمان، اللجنة بتهدي هذا القانون إلى الشعب المصري لأول مرة في تاريخ مصر، لأول مرة برلمان مصري بيقول إن في قانون يضبط المجتمع الافتراضي. برلمان العصر. سؤال عابر كده، هل ده هيضمن حتى التعليقات على الأخبار؟ يعني ساعات مثلا أنا بنزل خبر عني مثلا تمام. يعني فتلاقي التعليقات تحت ناس بتسب بالأب أو الأم وبعدين ناس تقول لك اقتلوه، ناس تقول لك ده يستاهل الحرق مثلا تمام. يعني في التعليقات هل هيتضمن هذا القانون طبعا حتى التعليقات طبعاً. نفسها وحتى طبعا طبعا. بص يا فندم، احنا الاول كلنا بنشغل بالقانون العام. القانون العام قانون العقوبات يعني. اللي يشتم يتحبس مده من شهر لست شهور. اللي يقذف زيها اللي هو كذا. خلينا نتكلم بقى في السب والقذف اللي حضرتك بتقول عليه. التعليق ده هو سب وقذف مستمر، إلامه اكتر، تاثيره على الشخص موجود على طول بالظبط. يعني لو حد قابل حضرتك عفوا وقال لفظ خارج زعلك، بمجرد انتهى راح من السمع، ممكن ما يسمعوش الا حضرتك. القانون العام بيقول لك ان انت يحق ليك باثنين شهود انك تعمل محضر وتحاكم هذا الشخص وتقتص منه في القضاء. طيب تعال بقى في الجريمه الالكترونيه. التعليق اللي هو كتبه البسيط ده، التعليق ده هو كم واحد بيشوفه؟ ملايين، مش حضرتك بس. طبعا ده ملايين شافوه، فهو اذاك اكتر بشده. اللفظ بيستمر قد ايه؟ طول ما هو موجود لحد ما حضرتك تحذفه او تخليه. فاذا الجريمه مستمره، هذا العقاب بقى كان لابد ان ننشئ عليه قانون خاص. والقانون الخاص في عرف القانون اشمل واعمى واعم. يعني هو قانون العقوبات هو بيعاقب على كده بالفعل، احنا ما بنخترعش حاجه. في المجتمع الافتراضي بقى اللي كلنا بقينا نتواصل عليه محتاجين قانون خاص يضبط هذا المجتمع. انا شتمت حضرتك لابد ان اتحاسب. مش عاجبني البرنامج علق، مش عاجبني انقد، لا انا عايز كذا، لا مش عايز كذا، نعمل نقد موضوعي بالظبط. انما اسب واقذف واهين. وبعدين حاجه ممكن ما يكونش الموضوع بس للسب والقذف. يعني مثلا انا جاي دلوقتي على الهوا على صفحتي انا الشخصيه، واحد كاتب هو ده تمامك، اخرك انك تطلع في التلفزيون، ما فيهوش شتم، ما فيهوش، خلاص شكرا يا عم، انا لغيته ولغيت صداقته، متشكرين، خلاص انت راجل مريض نفسيا عايز تتعالج اتعالج بعيد عني. واحد تاني قال لك ايه يا جماعه هذا البرنامج باجر، احمد رفعت رايح ياخد فلوس على فكره، والله ده حصل دلوقتي. لا يا عم متشكرين، خلاص انت عارف ان هو مش باجر، وعارف بيدفع بس مش يعني مش السياسيين يعني مش سياسيين لا لو كنت بتدفع اول عشان ياخد وانا خارج قصدي ما ينفعش لحد حاجه، كل الناس دي جايه محبه فينا ومحبه في الشعب المصري، ويعني وبنشكرهم على هذا الدور يا فندم. ده احنا اللي بنشكرك على حبك الوطني والشيخ مظهر شاهين وقدس ابونا. يعني انا اشتركت مع الشيخ مظهر في الوقت العصيب اللي كانت العمامه دي لما تقف تقول لا الجماعات الاخوان الارهابيه، ده كانت يعني رجل دين بيقول ان ده مش دين، صد ورد بالظبط، فكان طبعا لها استهداف. اما الكنيسه فكانت طبعا هي ضد للابد، وما كانش ينفع تبقى مع الاخوان. انا اثق في ذلك يعني طبعًا. الا لو مع الاخوان يبقى في نصيبه، يبقى في حاجه غلط. فاللي اقصده
يبقوا الاخوان المسيحيين مش اخوان المسلمين. بالظبط. فاحنا يا جماعه رفقا بمصر، احنا كلنا كل واحد في مجاله عايز يخدم بلده، وكل واحد بيحب بلده من وجهه نظره، عايز يرعاها ويهتم بيها. البرنامج ده هو امن قومي واصل لكل بيت. اللي حضرتك بتعمله ده مش هقدر قانوني ولا الفنيات اللي معالي الباشمهندس هيقولها تمنع، لكن الوعي يقدر يمنع. صحيح. التحذير يقدر صحيح. يمنع صحيح. ان اوصل لكل اسره احذر على طفلك، اللي كل طفل خاف ان ده انت مستهدف في حروب الجيل الرابع، دي ناس داخله عشان تقتلك، عشان تدمرك، عشان ما تنفعش تبقى راجل مصري ولا مقاتل مصري يحفظ هذه الارض. ده امن قومي، ده مهم جدا. مجيت حضرتك هنا ومجيت هنا ومجيت الباشمهندس هنا هو دفاع عن الدوله المصريه، بيوصل لكل بيت لا يعرف حاجه عن التواصل الاجتماعي العادي، ما يعرفش حاجه عن الجرايد كويس، الفلاحين بقى اهلنا لكن بيشوفوا التلفزيون. ست الله نشكرك على هذا الدعم على كل حال. ربنا يخليك. مش عارف انا باشمهندس وليد طبعا انا نفسي يعني المشاهد الكريم يا باشمهندس ياخد فكره عن لعبه الحوت الاحمر الازرق. هو في جاي بقى لسه مش احمر يا ابني، هو لحد دلوقتي ازرق، الاحمر جاي لسه قدامه. هم 50 خطوه يعني. بس خد بالك خد بالك الحوت الاحمر هيقولوا فيه يقتلوا المشايخ والقساوسه. شفت بقى احنا بنحذر دي قضيه. اول ما تلاقي حوت احمر استخبى مع نفسه استخبى. قضيه امن قومي المساس بالشيخ والاسيس. لكن فكره المهندس وليد الناس عايزه تعرف فكره، وجت ازاي، ومين دول اللي ورا القضيه دي ورا اللعبه الخطيره دي، والى متى سوف تكون لعبه سهله في ايدي او اولادنا؟ يعني فكره كده. هو الموضوع بسيط يعني، انا مش عايز بس الناس تنزعج لسبب. احنا زمان في الجيل بتاعنا اللي هو من 20 سنه يعني، لما كنا اطفال وشباب صغيرين كان في عندنا مخدرات، وكان هي دي الحاجه الوحيده اللي بنحذر اولادنا منها في الجيل بتاعنا. فانا بقول ان اللي بيحصل دلوقتي ده هي المخدرات، تطور طبيعي. بالظبط المخدرات بس تتناسب مع الجيل الحالي. المخدرات بقت تكنولوجيا. الجيل الرابع بقى الخطوره مش في لعبه. انا مش عايز اختزل الموضوع واقول ان في لعبه معينه هي اللعبه دي اللي بتعمل كده، لان كانت زمان بوكيمون جو، شويه بقت مريم، شويه بقت حوت ازرق، شويه جنيه النار. لكن احنا لازم نشتغل على اولادنا في التوعيه. وانا بنتهز الفرصه اني موجود في منبر يعني حاجه عظيمه وحلقه بصراحه انا بعتز بان انا موجود فيها وبتشرف بوجودي فيها، ان انا اقول يا جماعه في سايبر كافيهات او اماكن للانترنت بتساعد الاولاد على لعب القمار. الموضوع ما بقاش جيم، لا ده حضرتك الاطفال بتروح كمان سايبر، تدفع للشخص اللي في السايبر كافيه ده فلوس يحولها لها لفلوس على لعبه علشان تلعب قمار صريح. قمار صريح مش ان هي لعبه، لا ده قمار بيدفع فيه فلوس وبيخسر. يعني بقى السايبر نادي قمار. بالظبط كده، من خلال الانترنت، لان الولد ما يقدرش يطلع كارت ائتماني ومش هيقدر يحول الفلوس دي للعبه، فالراجل اللي موجود شغلته ان هو يقول له انا هاخد منك ال 100 جنيه هديها لك 90 جنيه ولو كسبت هاخد منك نسبه، والكلام ده انا عملت عليه كذا مره تقرير على صفحات الجرائد والمجلات القوميه. فالموضوع ما بقاش فكره لعبه، فكره ان في جهات من شانها محاربه الدول باستغلال الشباب اللي طالع. واللي بقوله ده على فكره مش سر، واللي بقوله ده مش كلام مرسل، لا وقلته اكتر من مره. ودوله اسرائيل تحديدا عندها تابع لجيش امان ثلاث وحدات رئيسيه، حتساف 9900 و8200. وحده حتساف دي بتشتغل على المصادر المفتوحه، اللي هو الكلام اللي الشعب المصري بيحطه بمحض ارادته، او اي دوله بيحط شعبها معلومات بمحض ارادته على الانترنت. هي بتجمع المعلومات دي وبترصدها وبتحللها وتطلع منها بنتائج. وسعادتك فضيلة الشيخ طبعا اكيد فاكر يوم الخطاب الشهير في سنة 2011 لما الناس بدأت تتعاطف، فجأة ظهر على كل المواقع ده في ناس عندها 70 مليار جنيه، ده في ناس عندها فلوس مش عارف. الكلام ده حصل فجأة ليه؟ لقوا ان الناس بدأت اتجاهاتها على الانترنت تتغير بشكل ما، فأغير فكرهم ازاي؟ وبث افكار مغالطة للحقائق من خلال دراسة سلوكهم على الانترنت. الناس زعلانة ان البنزين غلي، ابتدي اشتغل، لان اهم من الاشاعة توقيت الاشاعه. يمكن معانا احنا في على الشاشه دلوقتي في جايبين المراحل اللي بتمر بيها لعبه الحوت الازرق، وهم طبعا 50 مرحله بيمر بيها الانسان لغايه لما بيوصل في النهايه ان هو يسلم نفسه للموت. فطبعا احنا بنشكر فريق الاعداد على انه بيعرض على الشاشه مثل هذه المراحل. وانا هاكد على حاجه بخصوص المعلومه بتاعت اللعبه دي، ان هي مش محتاجه لعبه. يعني ايه مش محتاجه لعبه؟ يعني زمان احنا فكرتنا عن الالعاب انها مزيكا وجرافيكس ولازم يبقى زراير كتير وتدوس سواء موبايل او اي جهاز الكتروني، لازم يستحوذ على كل مشاعرك وعلى كل اعصابك. اما في الحاله دي هي عباره عن رساله نصيه. ايوه بيترد عليها برساله نصيه وصوره ان حضرتك نفذت. وبالتالي هي بدايه فكره اللعبه دي كانت ايه، او التحدي ده عشان اكون ادق، كانت على موقع اسمه في كي روسي، اللي هو موقع مشابه لموقع الفيسبوك تابع لدوله روسيا. ما لقتش رواج سنه 2013، فبدا يعملها من خلال تطبيق يحطه على المنصات. انتشرت،
دلوقتي اتحجبت من على موقع جوجل بلاي ومن على اب ستور. فرجعت ازاي؟ من خلال الجروبات على الواتساب، جروب على أفراد فيسبوك، بقى افراد ممكن ايوه اي مجموعه اي حد من خلال اي برنامج تواصل يقدر يعمل جروب ويعمل عليه لعبه تحدي الحوت الازرق. لان انا ساعتها بقول لسعادتك اعمل الحاجه الفلانيه برساله، بترد عليا برساله مع صوره شات، يعني هو شاتنج بالظبط في الاخر يعني بالظبط. فهي مش محتاجه اي تطبيقات، وبالتالي انها اتحجبت او ما اتحجبتش ده لا يمكن حجبها، مستحيل انها تتحجب، لانها حضرتك علشان تمنع خطر ما لازم حضرتك تعرف الخطر ده جاي لك منين وتحدد المكان مصدره. وبالتالي انتشر دلوقتي لا غير كده، انا اقدر احجب موقع بيحرض على الفتنه، موقع www.kaza.com اقدر امنع موقع بيحرض على العنف او الدم او المخدرات. لكن النهارده التطبيق ده موجود فين؟ على الكلاود او على الحوسبه السحابيه. كله طب الكلاود دي فين؟ مع حد هي في امريكا ولا؟ طب احنا هقول لحضرتك على حاجه، احنا النهارده كمستخدمين لجوجل بلاي والاب ستور، حضرتك لما تيجي تحمل تطبيق انت عارف انت بتحمله منين؟ لا لا، الشركه اصلا فين؟ الشركه اصلا في امريكا. طب حضرتك بتحمل من انهي سيرفر او من انهي مكان؟ طبعش. اللي في موجود في الدول العربيه في دبي ولا اللي موجود في اوروبا ولا اللي في امريكا؟ وبالتالي حضرتك صعب انك تحدد مصدر البرنامج او مصدر التطبيق او اللعبه. فاحنا الحل الوحيد بتاعنا ايه؟ التوعيه. التوعيه. نتخاطب مع الشركات المقدمه للخدمه لما يبقى عندنا مشروع مكافحه جرائم تقنيه المعلومات، اللي شرفت بان انا اكون واحد من الناس اللي موجوده يوم السبت اللي فات في جلسه الحوار المجتمعي عشان قبل ما يتم التصويت عليه. لما يبقى عندنا قانون هيتبني عليه قانون حرية تداول المعلومات، هيتبني عليه قانون حماية الملكية الفكرية، هيتبني عليه اتفاقات ما بين الدول العربية وبعضها لإجبار الشركات المقدمة للخدمة للانصياع لما هو يتماشى مع الدين والأخلاق والقيم والعادات. لأن حضرتك النهاردة وليد شخص مش كويس، طقت في دماغه فكرة هيعمل أبليكيشن وهيسميه دردشة، تمام، للتعارف. البرامج دي معظمها بتتحول بعد فترة صغيرة لأماكن لشقق مشبوهة. وده بيتم على فكره، بيقولوا ده مش حاجه جديده على مسامع الناس. بخلاف النهارده لما باجي اعمل تطبيق واديه للشركه عشان تحطه على المنصه بتاعتها، هي بتبص على ايه؟ البرنامج ده بيسرق معلومات من على جهازك ولا لا؟ البرنامج ده يتناسب مع سياستهم وشروطهم الخاصه بيهم ولا لا؟ ما بيبصش هل البرنامج ده يؤثر على الامن القومي لدولتك ولا لا؟ ما بيبصش عليه هو بيهدم فكر وثقافه عند الشباب ولا لا؟ ما بيبصش على اي معايير ثانيه، هو بيبص على اللي يهمه. وبالتالي ده ممكن في وقت من الاوقات يبقى اداه تستغل ما بين الدول وبعضها. وهيرجعنا للنقطه اللي ذكرتها لحضرتك من شويه، ثلاث جهات اللي قلت عليهم. في وحده اسمها 8200 تبع لجيش اسرائيل، الوحده دي اي مصيبه على مستوى العالم واي تجسس ما بين الدول واي حروب بتلاقي لها يد فيها. 9900 نفس الموضوع، اختراقات بس من خلال اقمار صناعيه، حدساف، مصادر مفتوحه. فدول بيشتغلوا على جمع المعلومات. يعني انا ايه اللي يخليني النهارده ما اقولش ان مثلا الالعاب دي هي تجربه مصغره لحاجة أكبر ممكن تحصل تستغل ما بين الدول وبعضها؟ إيه اللي يمنع تكون دي تجربة والتجربة دي نجحت نطورها بشكل ما، أو تكون هي بالفعل متطورة وده كان تجارب زي اللي بيجربوا على فار والنتيجة عندهم معروفة هيعملوا إيه بعد كده؟ نجحت، نستغلها لهدم ثقافة الشباب. في حضرتك حاجة دلوقتي بتحصل بقالها سنين اسمها التحول الرقمي أو استغلال التحول الرقمي للشعوب، وده صراحة مش أنا اللي بقول، الميديا ودولة اسرائيل نفسها ببرامج بتبث عندهم على قنواتهم وعندي الحلقات دي مترجمة العربية بتتكلم على استغلال فكر الشعوب وثقافتهم ودينهم بطريق حاجة اسمها الهندسة الاجتماعية لدراسة سلوكهم عشان يغير المفاهيم. علشان النهاردة حضرتك احنا كجيل، جيلي وجيل حضرتك وجيل معالي النايب، لما كنا بنشوف زمان حد ماشي ببنطلون مقطع كان بيبقى رد فعلك ايه؟ متضايق. النهارده بقت ايه؟ عادي. موضة. لا كنت زمان بتقول ايه ده راجل معهوش فلوس. النهارده بقت دي ثقافه خلاص عادي. هم بيزرعوا في الشباب الافكار اللي لما الشباب ده بعد 10 سنين يقود البلد خلاص انا قلت له اللي هو طيب اسمحوا لي ناخد فاصل ونرجع نكمل محاضرتك. نرجع نكمل الحوار بعد لحظه ان شاء الله. فاصل ونعود. بصراحة يعني ما سمعناه من معلومات في الجزء الأول من هذا الحوار السري الجميل الوطني يعني قد أسلق الصدر
ودفعنا إلى أننا نتكالب كلنا جميعا إلى الاستماع لهذه المعلومات ومدى فائدتها ومدى غزارتها، فبتصب في النهاية في فائدة المجتمع كله. سيادة اللواء أحمد رفعت عضو مجلس النواب حاليا، وسيادة المهندس وليد حجاج الخبير المعلوماتي الفريد من نوعه بصراحة في معلوماته السرية وإطلالاته الجميلة على كل مواقع التواصل الاجتماعي في سرده اللي فات منذ لحظات حول هذه اللعبة الخطيرة، لعبة الحوت الأزرق. أرجع لسيادة اللواء أحمد رفعت وأقول له سيادة اللواء، يعني ما وصل إلى مجلس النواب وخاصة لجنة الاتصالات من معلومات أدت إلى أن يعقد جلسات خاصة حتى يصدر قانون بهذا الحجم عشان يحمي أولادنا وبناتنا من مثل هذه الألعاب الخطيرة. إيه هي المعلومات عشان خاطر المشاهد يدركها تماما ويعرف مدى الخطورة من وراء الانسياق وراء هذه الألعاب الخطيرة؟ تمام. هو طبعا لو النواب الشعب معناها ايه؟ معناها ناس عايشين في وسط الناس. بالظبط. فاللي بيحصل ده كله في بيوتنا وفي وسط اهالينا، فاحنا نسيج الشعب المصري اللي بينقل نبضه. هذا النبض بقى بيترجم داخل البرلمان في قوانين ازاي نحمي بيها اولادنا. بالظبط. استشعرتوا ازاي الخطر بالزبط. بقى يعني ايه المعلومات اللي وصلت لكم عشان تقول لا كده ستوب لازم نقعد ونفكر ونحمي اولادنا؟ انا هقول لسيادتك، من سنه ونص في حاجات احنا دايما شايفين فيها بواقع الخبره، وليد بيه في واقع زي راجل خبير مثلا تكنولوجي، معانا نفس الخبرة في البرلمان اذا كان سواء نضال بيه او دكتوره مريم، احمد رفعت كراجل ضابط شرطه سابق اشتغلت كتير ونقع على ناس من مخاطر سواء بقى الابتزاز سواء الضرب سواء التشهير. كل هذه الافكار بقى لما كنا بنقول عايزين نعمل قانون للجريمه الالكترونيه كنا بنهاجم. كنا بنلاقي ناس بتطلع وغالبا الحقوقيين يعني يقول لك لا انت كده هتكتم الافواه، انت كده هتقيد الراي. لا طبعا، احنا ما لناش دعوه بالراي نهائي. هو الراي معناها ابوك وامك، الراي معناها قاتل وحرض على القتل والتجنيد للدواعش وغيره نهائيا. انا بحمي هذا الراي وبحمي هذا الفكر المحترم وبحمي المواطن يعيش في مناخ امن، وهو ده دوري اللي اقسمنا عليه ان احنا يعني نحلف على 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 ان نحترم الدستور والقانون وكمان متطلبات هذا الشعب الذي قسمنا عليها ايضا. كان يجب ان يكون في مصر الان قانون يضبط هذا الايقاع. في حاجات المعلومات اللي وصلت لكم بقى المعلومات طبعا بدايتها اتفجرت بانتحار يعني نجل الطفل، الطفل نجل الزميل السابق بتاع المحلة الفخراني حمد الفخراني. وفيها دي نقطة مهمة جدا بقى، خلي بال سيادتك، ودي حاجة انا عايز اطالب فيها بوزارة الداخلية ووزارة العدل من خلال الطب الشرعي. مش عايزين نعمل فزاعة وكل واحد ينتحر نقول انه انتحر بسبب هذه اللعبة، لان قد يكون هناك اسباب اخرى. انا عندي دليل بقى بتكلم من منطلق ضابط مباحث جنائية وليس نائب. لما بنزل افحص قضية قتل او انتحار لها ثوابت. الثوابت ديت حاجات فيسيولوجية والتشريح بيبينها وتحريات عنه وعن نفسيته. انا عندي النهاردة ثوابت لهذه الجريمة الالعاب زي رسمة الحوت الازرق مثلا على دراعه. فأي قضية فيها انتحار لابد الأول أن الطبيب وهو بيشرح ياخد باله جدا منها، أن فيه بصمة لمجرم، هي دي بصمة المجرم. أنا ده هو اللي هي الرسمة نفسها دي بالظبط، رسمة دليل خلينا نشرح دليل يعني. أيوه. هو ده دليل اللي يقول أن القاتل بالظبط هو استغل. على فكرة هي القصة مش مجرد تحريض هنا، لأن هو استغل طفل يعني خارج نطاق الأهلية، طفل خارج عن الوعي، بياخد عمر من السن من 10 سنين لحد 18 حتى الوعي اللي هو بيبقى غير كامل الاهليه ويبدا يحرضه على القتل. فانت يعني القضيه دي فيها اولا ابتزاز القصر، تحريضهم على قتل النفس. انت قتلته بانك حكيت له قصه وحطيته في مرض نفسي وابتزيته بانك خليته يصور امه زي ما كنا بنتكلم قبل الهوا، يصور امه في وضع نايمه في وضع مخل في الحمام ويصور نفسه واخته كده بالظبط وابدا اقول له يا تقتل يا افضحك. ده ابشع الجرائم. القتل هو تخلص من حياته بعد ما حس انه وقع فريسة في قلب مجرم محترف. واخطر مجرم هو المحترف، هو المجرم الذي يعلم القانون، الذي يعلم التكنولوجيا في هذا المجال. فانت بتعامل مع مجرم. تم القبض احمد بيه على المخترع لهذه اللعبة. بالظبط. هو كان روسي. لكن هقول لسيادتك على حاجة بقى مهمة جدا عايزين نقولها لاهالينا في البيوت. يعني القصة دي اتحكى فيها حاجات لازم برضو ناخد بالنا منها، انه احيانا كان يطلب من الطفل انه يروح المقابر بالليل فيقابل شخص، دي حصلت في دول معينة. فلما يرجع تاني في البيت يقابل نفس الشخص في مكان تاني، وكان يوهمه ان ده جان. ده معناه ان في معونين. طب هؤلاء المعونين دول لازم برضو تقبض عليهم. وهل هم موجودين في مصر؟ مصر قدروا يجندوا فيها ناس ولا لا؟ طب قدروا يجندوا في بلاد تانية ولا لا؟ كل هذا الموضوع
نرجع من ورا من الاخر ان استخدام السوشيال ميديا موضوع استخباراتي لدول معاديه عالي جدا، هو بياخد كل معلوماتك ويحللها. كل طاقات ولادنا بالظبط، وكل ذكائهم وكل ان هو شغفهم باللعبه بالظبط، وان هو يشغلنا دلوقتي، يشغلنا دلوقتي في مصر ان احنا نفضل نجري في هذا المجال. هو نجح في انه يخليك تسيب مسيره التنميه، مسيره الدفاع عن مصر في الارهاب، وانت راجع بقى تاني تدخل اجتماعيا. فهو نجح في انه هو يشغلك في مجال عشان يبعدك عن المعركه الاساسيه، معركه الوجوديه المصريه، ويدخل الدواعش. كل ده عدو واحد معروف. استراليا عملت حاجه قانونيه، عشان بقى اتكلم في القانون يعني، تمس هذا الموضوع. قالوا ان احنا هنخاطب جوجل نقول له التعاقد بتاعنا على استراليا يقول ان الاطفال بتاعتنا تمنع من المواقع الاباحيه، تمنع من كذا من كذا. لما جيت انا اعمله في مصر والله العظيم شتيمه. هو احنا خلاص بقى خلصنا العيش والفول والتموين ورايح تبص على المواقع الاباحيه؟ احنا يا فندم حركه تعمله ازاي واحنا ما كانش لسه عندنا القانون بتاع المكافحه؟ ده اقتراح ماده في هذا القانون. ما هو ده يعني مش هتعرف حضرتك تنفذه، لان احنا اولا الا لما نعمل قانون بالظبط كده. الدول اللي بره هتقول لك انت بناء عليه بتطلب مني الكلام ده، وانت ما عندكش اصلا قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات. لازم القانون بالظبط. ما هو هذا القانون بقى احنا بقول يا جماعه ايه القانون، انا هستهدف فيه ايه بالظبط؟ هستهدف فيه ازاي احمي اطفالي؟ اتهنت عشان في ناس مش عايزه تحمل اطفال يا فندم. في ناس، ما هو دي فئه بتبقى صغيره بالظبط. طب ما هقول لحضرتك على حاجه، من 4 سنين أو 5 سنين لما اول فكره اتطرحت لمشروع مكافحه جرائم تقنيه المعلومات، طلع بعض الاحزاب وقال لك ده كده عشان يراقبونا، ده كده عشان يحبسونا. أيوة. فهي في الاخر في ناس ليها اغراض اخرى. ناخد بالنا من ايه بقى؟ فكره المراقبه وال يا فندم تراقب حضرتك مين؟ احنا 100 مليون هتراقب. طب هقول لحضرتك على حاجه، انت تعرف ان حضرتك في الثانيه الواحده من ضمن التقارير او البرزنتيشنز اللي انا بعملها في اي حته، بقول لهم في الثانيه الواحده كم الف تويته بتحصل، وكم مليون ساعه فيديو بتتعرض، وكم بوست بيتعمل، وكم مليار ايميل بيتبعت. حضرتك الكلام ده مين اللي هيقراه ومين اللي هيحلله؟ انت عايز شعب قصاد الشعب، ولكن طيب في ادوات رصد. المهندس وليد، يعني انا عندي مثلا لا قدر الله حد عنده ابن دلوقتي، والابن ده شغال على اللعبه دي دلوقتي، ولي الامر هيعرف منين اصلا؟ من ده كان سؤالي، هل يقدر يعرف؟ لا يا فندم. هل في امارات معينه على الجهاز لو داخل على الجهاز بتاعه او على انه ما يقولش انه بيلعب اللعبه خالص؟ خلاص. الحاجه الثانيه لو في ابلكيشن الانزواء والانطواء. أيوة بالظبط، ينزوي. الحاجه الثانيه لو كانت من خلال تطبيق كان ممكن يا فندم. في حاجه، لا في حاجه احنا لازم ناخد بالنا منها. القانون العام يا جماعه بيعاقب الام بالاهمال اذا ابنها توفى في حادثه بره البيت. طب اذا كان سابته بقى على شاشه ولا كده، هل ممكن توجه هذا العقاب؟ طبعا طبعا، ده اهمال برضه. طب انت الام بقى اللي القانون بيحاسبك، ولو كان القضاء المصري بيدي حكم مع الايقاف عشان خاطر حالتها النفسيه، لكن احنا بقى دلوقتي بنقول يا جماعه بنحذر قبل ما الجريمه تقع. انت الام اللي قاعده في البيت اللي هتتحاسبي على الاهمال ده لو مات بره، جوه البيت مشغوله عنه فين، يقعد 50 يوم ما انتش عارفه عنه حاجه. المشكله برضه مش في كده بس، المشكله ان الامهات لا تملك ثقافه انها تقدر تعرف ده خطر ولا مش خطر. بالظبط. يعني انا حضرتك اللعبه ديت لها شكلها ايه على التليفون يعني؟ يا فندم شكلها لما كانت لعبه موجوده على ابل ستور وجوجل بلاي، دلوقتي بقت جروب رسائل. جروب زي جروب الواتساب، رساله بيرد عليها زي الواتساب كده. حضرتك عندك جروب على الواتساب اسمه جمعه مباركه زي ما الناس بتعمل مثلا. فالجروب ده ناس بتبعت عليه، في جروب اسمه الحوت الازرق، جروب اسمه بلو ويل، جروب اسمه انا وانت وصحابنا، ومسمينه باسامي اخرى. وهو دي الجروبات اللي بيتم تبادل الرسائل يعني عليها. برضه تخش تشوف الجروبات ندخل على الاقل يعني الجروبات ايه اللي جواها. ده حاجه. في طرق ثانيه لبرامج ممكن ولي الامر ينزلها على تليفون ابنه يقدر يتابع بيها ابنه، مجانيه او بمقابل حسب هو عايز يعمل ايه. في حاجه اهم من كل ده، وده فين دور وزاره الشباب والرياضه؟ فين دور وزاره التربيه والتعليم؟ فين دور وزاره التعليم العالي؟ فين فين فين؟ تعالوا نشوف راي الشارع ونرجع لحضرتك تاني. اتفضل يا فندم. معاكم. رايك ايه في الالعاب اللي ظهرت مؤخرا اللي بتؤدي الى الانتحار؟ العاب طبعا خطيره جدا، وبعدين السمع بس عنها بيدي احياء خوف. عندي طفله عندها 5 سنين، اول ما سمعت عن الحوت الازرق البنت طبعا ما بتنامش، وطول الوقت بتبص حواليها كده وخايفه، وبقى في امور غريبه بتحصل. فهي مجرد بس سمعت عنها وحكوا قدامها ان هي بتطلب منهم طلبات غريبه. الناس دي ان هو اصلا بيلعب على تاثير العامل النفسي، والعامل النفسي دون في السن اللي احنا فيه دون بيأثر جامد، عشان كده هو دماغه شغاله وهو بيقول لك في علم نفس. فالعامل النفسي دون اثر على الشباب اللي في سننا جامد، وده بيدل على
ان احنا الشباب اللي في سننا دي نفسيتها كلها متدمره. هي العاب خطيره، والخطيره اكتر ان الاطفال بتنساق وبتسيب عقلها وراها. يعني كانت لعبه اصلا مقصود بينها ان هم يقتلوا الشباب اللي من 18 ل 20 سنه. ده بالذات اللي عملها اصلا شخصيه كان روسي شاب كان علمي نفس واترفض من كليه، فعشان كده كان بيحبط الشباب زيه زي ما اللي حصل له بالظبط. واصلا اللعبه دي بتؤدي للموت، وده يعني غلط ان تخلينا نقتل، يعني نقطع شرايينا ونرمي نفسنا من المرحله الخمسين اصلا من فوق السطوح. اصلا الغلط على الاهالي ان هي بتسيب عيالها لغايه 50 يوم ما تعرفش حاجه عنها، وفي الاخر تقول لك السبب في اللعب. الشباب بيستخدموا التكنولوجيا بطريقه خاطئه، تمام، وشايف ان الالعاب ده هيت ليها دور، يعني انا شايفها انا عن نفسي اللي هو تفكير اصلا ماسوني عشان نتلهي في حاجه ثانيه. فانا شايف ان الموضوع دهوت اللي الشاب اللي يدخل لعبه زي دهيت زي لعبه الحوت الازرق واللعب الغريبه دهيت، يبقى هو يائس من حياته فداخل كده وخلاص، داخل اللي هو بيقول ايه طب انا اجرب، يعني اكيد مش لعبه اللي هتموتني ولا الكلام ده كله. فهو بيتضح اللي صحيح، لا فعلا اللعبه بتموته. فليه بتموته؟ عشان بيأثروا، بتهدده بعيلته، بتهدده بحياته بالكلام ده كله. فانا شايف اللي موضوع الانتشار في الوقت دهوت اصلا شايفه اللي هو تفكير ماسوني عشان بيدبروا لحاجه ثانيه. اللعبه اللي هي الحوت الازرق في ناس كانت كتير ماتت منها، وانا فكرت ان انا العبها، بس لقيت ناس كتير بتموت منها فقلت لا بلاش، ما رضيتش العبها. هي اللعبه دي بتبقى 50 دور، يعني بمعنى كده بيضحكوا على الاطفال، بيسمعوا كلامهم 49 دور، ويجي في الدور ال 50 يقول له انتحر وموت نفسك وكده. فهو طبعا بيموت نفسه، بيسمع كلامه في 49 دور، فاكيد في ال 50 دور ده مش هيسمع كلامه، لازم ينتحر ويموت نفسه. والله هي لعبه متخلفه طبعا، اللي هو ينزلك ويخليك يطلب منك اوامر وانت تنفذها طبعا، ده طبعا من الاهالي، طبعا الاهالي مش باصه لعيالها ولا اي حاجه، ويطلب منك كذا امر وفي الاخر يخليك تنتحر. دي لعبه طبعا متخلفه، واللي يلعبها مش عنده قوة إيمان ولا قوة ولا أي حاجة طبعا. هي لعبة الحوت الأزرق دي لعبة غلط، المفروض ما تبقاش على البلاي ستور، بس هي موتت ناس كتير وأنا عايز ألعبها كتحدي ضد اللعبة، بس طبعا بابايا مش موافق. بس هي لعبة غلط، المفروض لحد دلوقتي هي على البلاي ستور، المفروض تتشال. طبعا طبعا، يعني الجو اللي احنا سمعناه دلوقتي او المعلومات التي وردت في هذا التقرير من رجل الشارع البسيط، يعني اكدت ان فعلا طبعا في نسبه كبيره من شبابنا وشاباتنا واطفالنا على درجه وعي عاليه، وفعلا فاهمين ان هذه اللعبه لعبه خطيره. لكن ظهر ايضا في التقرير جانب اخر، وهو جانب حب الفضول لدى البعض انه يدخل في هذه اللعبه حتى يتحداها. ولذلك طبعا انتشر الاسم المعتاد لها هذه الايام، لعبه تحدي الموت او لعبه تحدي الحوت الازرق. يعني عودة ثاني للمهندس وليد حجاج في الإطلالة الأخيرة كده وعلى المشاهد الكريم، النتائج السيئة التي ترتبت على مثل هذه الألعاب الخطيرة التي يتداولها البعض بسهولة ويسر، وحضرتك ماذا تقول في النهاية للمشاهد الكريم؟ هو الموضوع أنا من وجهة نظري شايف إن في زي ما في إيجابيات للإعلام في إنه يعرف الناس، في بعض السلبيات ظهرت على الشاشة، لأن في ناس بتطلع تقول الأجزاء البسيطة قوي من اللعبة، لدرجة أنا شخصيا لقيت بنتي بعد ما روحت في مرة من أحد الحلقات بتقول لي ما الطلبات بسيطة، هي يا بابا فين المشكلة الناس عاملة عليها دوشة. وبالتالي لا يفضل إن أنا أطلع في برنامج مثلا مع حد أو أي حد يطلع في برنامج يتكلم يشرح لعبة باسمها بالتفصيل بمستوياتها بالتفصيل، انا كده بعمل لها دعايه ترويج طبعا. خلاص، الحاجه الاهم، هل هم 5 ألعاب بس؟ لا. هل هم 16؟ لا، هم اكتر من 700,000 لعبه موجوده، وجوجل اعلنت في 1/2018 ان في 700,000 لعبه تم حصرهم. خطيره، مش انا اللي قلت، بتؤدي لاغراض كتيره، مش القتل بس، اغراض كتير. وبالتالي بقى سرقه، سرقه بيانات، استغلال، اختراق تليفونك، قتل، اي حاجه ايا كان ايه هي. وبالتالي الموضوع ما هماش 10 لعب اطلع اسميهم بالاسم عشان اقول لحضرتك والله ده اللعبه دي ودي ودي، هم اللي خلي بالك منهم. نظرا ان هم كتير ما ينفعش اروج ليهم. الحاجه الثانيه، يجب ان يبقى في دور من الدوله لنشر ثقافة أمن المعلوماتي لدى الأفراد. بمعنى أن حضرتك في جهات موجودة للشركات، لكن الأفراد فين؟ الطالب اللي في المدرسة يعرف يعني إيه أمن معلومات؟ ما يعرفش. ولي الأمر ما يعرفش. طب أنا عايز أخلي بالي من ابني وأنا ما أعرفش أصلا أتعامل مع التكنولوجيا، أخلي بالي منه إزاي؟ فلازم يبقى في دور مجتمعي للي زي واللي زي حالاتي كتير، من خلال ندوات ومؤتمرات وحاجات تتعمل، دور لوزارة التربية والتعليم، التعليم العالي، دور كامل متكامل. بخلاف لفت نظري في الاونه الاخيره بعض الحاجات، ومن غيرتي على هذا الكيان الكبير اللي اسمه سمعته انا بقول الكلام ده، في حاجات كتيره بتصدر عن دار الافتاء تصريحات.
انا لا املك من التحريم او التحليل شيء، لان انا ما عنديش الخلفيه الدينيه اللي تؤهلني لذلك. ولكن بقول هم بيقولوا الحاجه حرام اوكي وهي فعلا حرام، ولكن بيستندوا لاسباب بتخلي بعض الجهات والنفوس الضعيفه والدول اللي من هدفها ان هي تزعزع الكلام ده تستغلها استغلال خاطئ. يعني لما اقول لحضرتك مثلا البيتكوين حرام، طب هو حرام وانا اتفق مع انه حرام، لكن لما تيجي تقول لي حرام علشان هو بيستخدم من خلال الانترنت او انه يعد اختراق، الاسباب غير صحيحه. اما تيجي تقول لي تحريم اللايك والشير عشان ده يعتبر غش، طب ما احنا عارفين الغش حرام، لكن تقول لي تحريم اللايك والشير بيساء استغلال المانشيتات دي من الدول الاجنبيه في المواقع الغربيه ومن جوه مصر في حاجات غلط. اما اجي اقول لعبه الحوت الازرق حرام، لا، هي كل ما هو يضر بالنفس او يعني تضر نفسك او تضر التعميم. ولما اجي استند لاسباب منطقيه يمكن انها تكون بنسبه كبيره صحيح، مش لاي اسباب وخلاص، مش لسبب الناس سمعتها في التلفزيون. بخلاف ان في ناس كتيره جدا بتظهر على الشاشات، وده دور برضو انا بكلم سياده النائب فيه، لازم في ضوابط للناس اللي تطلع تتكلم في كل التخصصات، طب تكنولوجيا اي حاجه، بتقول كلام الى حد كبير بيسهل الموضوع ويبسطه على المشاهد. في ازمه ثانيه لو انت يعني هتكلم سياده النائب فيها بقى، ازمه المسميات او التايتل. بالظبط يا فندم. اللي هو كل شويه واحد خبير موجود خبير، يبقى سنه 20 سنه او سنها 20 سنه خبيره التجميل، خبير التكنولوجيا، خبير ايه ده انت لسه متخرج اول امبارح. لا يا فندم هقول لحضرتك على حاجه، نمره 2 فين الخلفيه؟ المفكر نمره 2 المفكر. ايوه المفكر الاسلامي، المفكر اللي مش عارف ايه حاجه تكون على واحد وهو برضه سنه لا يسمح بذلك. ده يعني كل اللي فكروا في حياته اربع ساعات يعني لا له بهذا اللقب يعني. المسميات التايتل ده محتاج الشيخ الدعاء الاسلامي ولازم الدكتور ده انتحال صفه. احنا لو جينا نحاسب فيه قانوني مصر هنا مجموعه الدكاتره اللي هو كل واحد راح خد شهاده دكتوراه فخريه من جمعيه اهليه ولا من حاجه بقى دكتور. وحضرتك كده الدكتور فلان الفلاني ايه يا عم جبتها منين؟ يقول لك خدتها من جمعيه دار معرفش ايه لايه، وشهاده ورق ادوها له مش دكتوراه مثلا في الجامعه. في ناس بتخدع الشيخ. انت تعرف حضرتك ان انا اصلا خريج على فكره كليه علوم، انا دكتور تحاليل، بس لما حد بيجي يقول لي دكتور بقول له لا ما بحبش دكتور، لانها تدي انطباع خاطئ ان انا دكتور في مجال امن طبيعي. المعلومات وده ما حصلش، انا ما زلت بحضر ماجستير. في ناس بقى في ناس بتسترزق من الحكايه دي طبعا، وفي ناس بتنصب على الناس. انا عايز تعملوا تشريع اي واحد ينتحل صفه ايوه غير حاصل على شهادتها. بالظبط. والشهاده شروط الشهاده ايه؟ يحاسب. مش واخد دكتوراه من جمعيه اهليه يبقى اسمه دكتور، لا الدكتور يبقى هو اللي حصل على دكتوراه من جامعه كذا او من جامعه معروفه بكذا. شروط ليها ضوابط وشروط. المجتمع الوحيد اللي على فكره اللي فيه 90 مليون خبير احنا. ده حقيقي. قانون خبير الصفه موجود، لكن هو احنا محتاجين تفعيل هذا القانون. احنا كان عندنا محافظ في المنوفيه فضل يعني خد من موظف من موظف الى محافظ بدكتوراه مزيفه، ثم بعد كده الرقابه الاداريه قبضت عليه حرامي. طيب لو كان بقى في قانون من الاول ايوه ما كانش حصل اللي حصل ده. بالظبط. لا هو اول تفعيل بالنسبه للمعلومات يعني. في ناس كل كان كل تاريخها في المعلومات انها مثلا كان عندها محل موبايلات بيشحن تليفون على الطريق، بقى خبير معلومات. دي حقيقه. دي حقيقه. احنا عايزين الحاجات دي يا فندم، التايتل ده بحيث انا لما يتقال مهندس يبقى مهندس، دكتور يبقى دكتور، خبير يبقى خبير. بس انا محتاج حاجه برضو من فريق الاعداد بتاع سيادتك وبتاع كل برنامج التقرير الحلو والاخ ايهاب العدوي اللي عمل التقرير الجميل ده، حاجه جميله جدا. هم ناس محترمه ومتعاونه، الاستاذ حسام والاستاذ جين والاستاذ الاستاذ اشرف هم بس يعني هم كمان بينتقي ضيوف اللي هيطلوا على كل بيت مصري، اللي هيدخل داخل كل بيت مصري لابد ان هو يعني دي مسؤوليه معينه يتابع اللي حضرتك قلته ده بقى. دي مسؤوليه اللي انا بجيبه ده، هل خبير ولا لا؟ يعني انا احيانا مثلا يكلمني قناه في موضوع مش بتاعي اقول لهم انا بعتذر، انا مش بتاعي، مش موضوع الله، مش موضوعي حاجه اتكلم فيها يا فندم. هقول لحضرتك على موقف لاول مره في ست سنين يحصل معايا في احد القنوات الفضائيه. لقيته بيكلمني، وحضرتك بتشتغل فين؟ خبرتك العمليه في ايه؟ حضرتك دراستك نوعها ايه؟ فقلت له، هو بيكلمني على استحياء ان انا متضايق، قلت له انا مبسوط جدا. انا مش سامع بتقول ايه. انا مبسوط ان انت بتسالني الاسئله دي كلها، لان دي معناها بالراحه عشان افهم، بتسال على الضيف قبل ما يجي، مش اي حد وخلاص. ايوه وده فده ما يعني لا يغضبك لحينما لا خالص، يعني خالص. احد المعدين خالص هو يتكلم معك بخصوص انه عايز يجمع المفروض يا فندم. هو المفروض على الشاشه خبير وخبيره ودكتور ودكتور وهم مش دكاتره خالص. في احد البرامج دي مسؤوليه على فكره حضرتك، انت بتقول للناس معلومات ممكن تاخدها على انها ثقه وتشتغل عليها. طب انا عايز انتهز بس فرصه وجود سياده النائب، القانون بتاع حظر
المعلومات. لا الجماعه الارهابيه التحفظ على اموالهم والى اخره. تمام يعني تمام. لو تقول لي عنه معلومات او حاجات هو طبعا يعني القانون بيها احنا في برنامجنا. تمام. القانون ده رائع جدا، وقول لي سيادتك على اول حاجه انا هعملها في البرلمان وهيبقى حصري، لان انا لسه سامع الخبر ده من سيادتك دلوقتي انه اعلاميا بدا ينتشر قبل ما البرلمان يبدا ياخد فيه خطوات رسميه بقى كامله، ان الموضوع مش مجرد ان انا هحظر او هضبط يعني اموال للجماعه الارهابيه، لان دي اموال تمن بيع اراضي مصريه ودم شهداء وغيره، وتحصلوا عليها من ارتكاب جرائم، يعني الجريمه من ابشع الجرائم وهي جريمه القتل وجريمه اهدار الدوله المصريه وضياع كيانها والخيانه العظمى. والخيانه العظمى بالظبط اللي هي عقوبتها اصلا الاعدام. الدوله المصريه لازم تبقى عارفه وكلنا عارفين ان وقت ما يجي تاخد من جماعه الاخوان دي فلوس مش هتلاقي، لان هم عملوا كالاتي: هم نقلوا فلوسهم لناس لا ينتموا للجماعه الارهابيه. طيب الجماعه دول ايه؟ خدوا الفلوس دي يشتروا بيها عقارات واراضي عشان تبقى ثوابت، وبيعمل تاني نقل ملكيه غير مسجل. انا فاهم. يبقى هو في الحاله دي تيجي تلاقي معاه فلوس ما تلاقيش معاه حاجه، فلوسه كلها راحت لناس تانيه. طيب انا اضبط ده منين بقى؟ اراجع ده ازاي؟ افعل قانون من اين لك هذا على كل مواطن مصري. مش لازم يكون موظف. مش لازم يكون موظف عام. بالظبط. احمد رفعت تعالى حضرتك معاك فلوس 1 2 3 4 جبتها منين؟ اذا كان ليا مصدر يبقى اقول عليه، ماليش مصدر تبقى دي فلوس تتصادر. على الاقل هيخاف اي حد ياخد فلوس بالزبط. باسمه بالظبط. لا ده بيعملوا كمان حاجه تاكيدا لكلام معالي النايب، ان يجي واحد يتواصل معاه من على الانترنت مثلا يقول لي بقول لك ايه، انا عايز رقم حسابك، هبعت لك مليون دولار وانت ليك عموله فيهم 10,000 دولار دخلهم مصر بس، ومش عايز منك حاجه تاني غير ان دول يفضلوا في حسابك يومين ثلاثه وبعدين هتحولهم لواحد تاني. طبعا انا كمواطن مصري 10,000 دولار ده مبلغ، هفرح طبعا فهفرح وانا مش هعمل حاجه خالص. ده تاكيدا لكلام النايب. الحاجه الثانيه في القانون ودي مهمه جدا جدا، لما فعل القانون من اين لك هذا على كل مواطن، دي هتضبط كمان ايه بقى؟ تجار المخدرات، تجار السلاح اللي بيجيبوا سلاح يتقتل بيه ولادنا، كل تجاره مشبوهه غير مسجله، التهرب الضريبي. هيبقى في الحاله دي هتجيب فلوس للدوله المصريه كتير جدا جدا، مش بس فلوس الجماعه الارهابيه، كل فلوس متحصلات تجاره مشبوهه هتدخل في حصيله الدوله. انت بتتاجر في المخدرات وعملت ملايين، شكرا هنصدرها طالما ما فيش. وده الكلام ده هو كلام منطقي جدا في وقت انا بضبط فيه الدوله. اذا انا بشتغل في اي حاجه في الدنيا تبرر ان هذا العمل قانوني، فلوسك معاك يا فندم. لكن بقى فلوس بدم، بمخدرات، بسلاح، بارهاب، لا يا فندم، دي فلوس الشعب المصري الفقير اللي مش لاقي يتصرف عليه في التموين ولا في رغيف العيش ولا في الدعم. حضرتك بقى هات الفلوس دي نصرفها طيب على الشعب المصري. احنا عشان وقتنا خلص، انا عايز بس اقول للمشاهد الكريم حاجه مهمه جدا، ان انت يعني احنا مش عاوزين نقول لعبه الحوت الازرق حرام، لعبه او نركز على اللعبه بعينها، لان هو هيغير اسمها بكره ويجيب لك اسم تاني بشكل تاني تركيبه تانيه. انت وعاوز اخاطب ولادنا الصغيرين، اي حد يطلب منك معلومات خاصه عن اسرتك ما تديهالوش. اي حد يطلب منك تصور والدتك او اختك او اخواتك او معلومات عنهم في البيت او كلام من ده ما تعملهاش. حصن نفسك واسرتك على قد ما تقدر، انما تبوح بمعلومات تبقى بعد كده سكينه مسلطه على رقبتك او سيف مسلط على رقبتك، يا اما تعمل اللي هم عاوزينه منك يا اما ان هم يسربوا هذه المعلومات، تبقى مصيبه وتبقى كارثه. ده اعتقد هو اكتر شيء ممكن يامننا لو عملنا ليه كده. ثانيه عايز اقول حاجه، لا أقل. اقل من 30 ثانيه حاجه عجبتني جدا في البرنامج ده، وهي عمامه حضرتك وعمامه ابونا اللي بيمثلوا علم مصر. الله يكرمك. ابيض في احمر في اسود، فاحنا عايزين نعلقها لك ونحطها على ابونا وبنا علم مصر وتحيا مصر يا جماعه، ومتشكرين على الاستضافه الجميله. شكرا جميل. شكرا انسان وطني. كان نفسي نسالك على الاي بي لكن انا مش عارف يعني. شكرا جزيلا الاستاذ لواء رفعت كمان. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ وليد حجاج. خبير بقى، انت خبير بجد؟ لا بقى خبير وباحث. انا باحث اصلا، باحث لان انا بحضر ماجستير في امن المعلومات، فخبير وباحث في امن المعلومات والخبير. شكرا جزيلا نورتونا. شكرا يا ابونا. عفوا. طب تعالى الجمعه الجايه، ما تاخرش عليا يا ابونا عشان خاطري. طيب اشوفكم على خير ان شاء الله في امان الله.